احنا الفترة اللي جاية بدل التحديث هيظهر 2 و3 و4 في اليوم، فعايزك تركز معايا لان كل شوية هعمل لك فيديو بتحديث. اصل صعب يحصل تحديث في اليوتيوب وانت ما تعرفش ازاي تستخدمه وما تفهموش كمان. اتكلمنا قبل كده عن تحديثات الفيديوهات القصيرة. من التحديثات اللي اتكلمنا عليها كان استخدام القوالب. جاي اقول لحضرتك اول شرح عربي لاستخدام القوالب على اليوتيوب هتلاقيه في المتوحد فكرة. تعال بقى تابع معايا لان اسمها باللغة العربية استخدام النموذج. بص، الموضوع باختصار ان ده منشئ محتوى. منشئ المحتوى ده بعمل فيديوهات قصيرة. فيديوهات القصيرة كتير جدا، في منها اللي ممكن تستخدمها كنموذج وفي منها اللي ممكن تستخدمها كصوت، فاحنا عايزين نختار فيديو نستخدمه كنموذج. مع استخدام النموذج بيختلف من نموذج للتاني في عدد الكاميرات اللي بتتفتح فوق. 1 2 3 4. بص، لا 8. طب انا عايز التاني، ثواني، هات التاني مثلا ده. بص، فتح لي كام؟ 1 2 3. ايه بقى ده؟ ده عدد العدسات اللي اتفتحت في الفيديو نفسه. يعني الفيديو جاب مرة وهو بينزل، وبعد كده حول المرة التانية ليه؟ لفيديو تاني، وبعد كده حولها لإيه؟ لعدسة تالتة. فأنت لما تعمل استخدام النموذج فأنت هنا لازم تستخدمه بشكل مقارب من هذا الأداء علشان تستفاد أفضل استفادة في موضوع الترند. فأنت هتجيب أدي مثلا فيديو قطعته، دخلت مثلا في الفيديو التاني اهو ورحت قاطعه احطه كمان، دخلت على الفيديو التاني، ماشي اهو الفيديو التاني. ايه عدد الثواني اللي موجوده تحت دي؟ ايه عدد الثواني دي؟ الثواني دي اللي موجوده تحت دي، دي الثواني اللي ليها علاقه بان اليوتيوب نفسه لقى ان الشخص صور الصوره دي في المده دي. بص بقى انت بتعمل عامل صح، هيبدا يظهر لك ايه؟ بص وانت ماشي هيبدا يظهر لك الفيديو بتاعك متقطع ما بين ده، وفي النص دخل في التاني، في النص دخل في التالت، كانه بالظبط قالب تم استخدامه، نزلت فيه حاجاتك ظبطتها. فانت ممكن تصور الشارع، المروحه، كوبايه الشاي وانت بتعملها، كوبايه النسكافيه وانت بتشربها، اخدها مثلا من زاويه كده، وبعد كده اخدها من زاويه كده، وبعد كده اخدها من زاويه كده، فانت خدتها في الثلاث زوايا، فانت كده عملت اللي هو المفروض يعمله، هو عمله في الارض، انت عملته في كوبايه الشاي. وعملنا علامه الصح. بص بقى، في هنا على الشمال زي موضوع النمط والتحسين والحاجات دي، ودي تاثيرات. وفي برضو هنا برضو اصلاح، دي ميزه اصلاح ان هو يصلح لك الفيديوهات بتاعتك. وموجود عندك الاضاءه انك تدورها، والفلاش انك ايه؟ انك تقوي الفلاش، تخلي الفلاش بتاعك يشتغل. وطبعا احنا مش محتاجينه لان خلاص احنا مصورين بالكاميرا وخلصنا كل حاجه. بنعمل علامه الصح. مع علامه الصح ده بقى في عندك خيارين. الخيار الثاني الاولاني انك بتيجي هنا، لو الفيديو الاصلي عليه صوت بتعليه وبتوطي اللي تحت، لو الفيديو الاصلي مش عليه صوت بتقفله وتسيب اللي فوق. بس خد بالك، لو سبت الصوت بتاع الفيديو هتفهم ايه اللي هيحصل دلوقتي وانا بكمل. خلصنا هنا؟ لا. طب افرض الفيديو الاساسي مفهوش خالص، هروح ضاغط على علامه الايه؟ الايه؟ تسجيل، واروح اعمل كده. وهنا انا كنت بشرح الماني لقيت نفسي مش فاهم حاجه، رحت داخل على المونتاج لقيت نفسي قلت لا يا عم الحاج انا مش عارف اشتغل، ورحت عامل عند الصح. بص، يبقى انا عملت ايه؟ بص ركز معايا، استنى، انا عايز اسمعك الصوت. بص الجانب بتاع تعليق الصوت. بص 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 انا عملت كده، عملت التالي. بص بقى، وانا بعمل التالي بقول ايه؟ من خلال تحميل الفيديو انت توافق على استخدامك للموسيقى التي يوفرها اليوتيوب سواء في هذا الفيديو او كل الفيديوهات الذي ستحملها في المستقبل، هو فقط لاغراض شخصيه غير تجاريه. وانت بترفع الفيديو انت بتقول الكلام ده، بعد كده بتضيف هاشتاجاتك، بتضيف عنوانك، بتحط كل اللي انت عايزه، بتنزل تحت تختار الموقع والموضع، بتنزل تحت تعمل كل حاجه، بتختار فيديو ذات صله، بتختار ان هو محتوى غير معدل. لو هو غير معدل بنعمله غير معدل. امتى بنعمله معدل؟
لو كان الفيديو اللي احنا عملناه ده مثلا حريق في القاهرة بس احنا عملناه بالاي اي، فبنضيفه بالشكل ده ونطلع فوق نعمل الصورة المصغرة، ونختار الصورة المصغرة اللي تكون قوية اللي تخلي الناس تشوفها ونعمل علامة الصح، وابقى كده انا عملت ايه؟ قالب من لا شيء، صورت فيديو من لا شيء. يبقى انا دلوقتي وانا عندي وبعمل الفيديو ده عندي اكتر من طريقة، اكتر من طريقة تقدر تخليني اعمل الفيديو. ممكن اسجل تسجيل صوت، ممكن يكون فيديوهاتي عليها صوت، ممكن يكون اصلا استخدم الموسيقى نفسها اللي موجودة اللي هي الترندية واختار الجزء اللي انا عايزه من الموسيقى، يعني ممكن اغير الجزء اللي انا عايزه من الموسيقى واوافق عليه واعمل التالي. فانت عندك استخدام القالب طول ما هو موجود تقدر تعمل اللي انت عايزه. انا عملت التجاهل ورجعت مرة تاني، انا مش هنزل الفيديو ده على قناتي خالص، اعمل حذف كمان اهو ماشي، واعمل ايه حذف ماشي كده بالنسبة لاستخدام القوالب. وانت ماشي بقى في حاجة تانية اسمها استخدام الصوت. ثواني، استخدام هذا الصوت انا عايز اوريه لك بقى. ده استخدام النماذج، استخدام النماذج، استخدام النماذج، استخدام النماذج، استخدام النماذج. ظاهر هنا دلوقتي تبحته، بالتالي كان ظاهر في اول فيديوهات فوق، ماشي في اول فيديوهات فوق، في اول فيديوهات فوق من ظاهر استخدام الصوت. سبحان الله، حظك ونصيبك مش مكتوب لك تعرف استخدام الصوت زيه بالظبط زي هنا، انك بتستخدم الصوت ده زيها زيها اهو 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 استخدام هذا الصوت. سبحان الله، اهو زيها زي انك بتستخدم الصوت اهو لمده 16 ثانيه كحد اقصى. بقول لك اهو كمده 16 ثانيه لحد اقصى، وبرضه بعد لما تستخدم الصوت بتبدأ تصور اللي انت عايزه اهو، وبعد كده بتعمل علامة الصح زي ما انت شغال بالظبط، وبتعمل التالي زي ما انت شغال، والكلام اللي فوق هيفضل دايما موجود وهتضيف. طب ايه فايدة الموسيقى دي؟ فايدة الموسيقى دي بتديك ترند وتوصلك لأكبر عدد ممكن من المشاهدات، ممكن تكون هي سبب لتفعيلك الربح وصولك إلى 3 مليون مشاهدة في آخر 10 في آخر 30 يوم أو 90 يوم زي ما انت تشوف. بس انا شايف ان هي غير امنه بالنسبه لسياسات تحقيق الربح، وان اليوتيوب في بعض الاحيان بيتراجع عن قبول هذه القناه في بعض الاحيان وليس جميع الاحيان، انا بكلمك في بعض الاحيان. لحد هنا انا شرحت لك يعتبر تحديثين، يعتبر من اهم التحديثات اللي ظهرت امبارح واول امبارح. في تحديثات جايه؟ ايوه في تحديثات جايه. التحديث اللي جاي حلو جدا على فكره، لما اوقف هنا هيبدا يجي لي هنا حاجه اسمها الترند. الترند ده زي بالظبط هنا، هتدخل هنا وتضغط هنا وتعمل الرائج وتنزل تحت كده على الفيديوهات القصيره، هي دي بس هيكون بقى الترند ليه علاقه بالمحتوى اللي انت فاتحه. حلوه قوي، هتكلم عليها اول ما تظهر ان شاء الله. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنتج محتوى يوتيوب. استخدام القوالب بقى سهل جدا وبدا يكون متاح في الدول العربيه، زي بالظبط التيك توك، زي بالظبط الكاب كات، وهكذا وهكذا. ممكن تلاقي مؤثرات قوية، ممكن تلاقي حركات حلوة، يعني اشتغل ومتع نفسك كمان.